كان كأس العالم عام 66 واعداً بأنه سيكون من أكثر البطولات إثارة. أقيمت البطولة في بريطانيا، حيث يدعي البريطانيون أنفسهم أنهم أسياد الكرة. كانت التناقضات ملازمة دائماً للبطولة البرازيلية. بالرغم من أن البطولة افتتحت بفوز سهل على بلغاريا 2-0، كانت هناك شكوك حول مؤامرة تدبر ضد بيلي. واسم الشخص الضالع في هذه المؤامرة هو زيخر، وهو حكم ألماني أغمض عينيه عن كل عمليات اللعب التي ساهمت في إعاقة الملك الذي سجل هدفاً من ضربة حرة في الدقيقة 15. بعد الخسارة أمام هنغاريا لم يعد بوسع البرازيل تحمل المزيد من الأخطاء، وإلا فالثمن سيكون خروجها من البطولة. إن المباراة ضد البرتغال بقيادة البطل أوزيبيو لم تبدأ جيداً، وبعد 20 دقيقة من الشوط الأول كان على البرازيل أن تعادل بهدفين. وكما في المباريات السابقة، لم يتلقى بيلي أي حماية من الحكام الإنجليز، وأكمل بالرغم من إصابته. دون بطلها خرجت البرازيل من البطولة، لكن ليس من دون معركة مع كل خصومها، إضافة إلى غض النظر من قبل العديد من الحكام.